لحسن الحظ يبدو أن دعوات محمد الصواف قد استجيبت وخرج من بين الركام. نتابع معكم أيضا هذا الفيديو بعد إخراجه. الحمد لله على السلامة. فرضو فرضو الحمد لله على السلامة يا محمد. عذبت تشيلي يا محمد. يا عمي الحمد لله على السلامة. حاج 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 نسيت اسمه. الحمد لله على السلامة. مين مصادر شو عم بيجي بيدافع؟ لا لا ما يخلو ما يخلو حدا، الوضع ما يسمح. الحمد لله على السلامة. فرضو مصادر الحمد لله على السلامة يا محمد. عذبتنا كثير يا محمد. يا عمي الحمد لله على السلامة. حاج 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 جل 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 يا عمي الحمد لله على السلامة. حاج 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 الحمد لله على السلامة. فرضو مصادر الحمد لله على السلامة يا محمد. الحمد لله على السلامة يا محمد. عذبتنا كثير يا محمد. يا عمي الحمد لله على السلامة. طبعا يعني من اللحظات الجيدة بأنه خرج محمد الصواف واستجيبت دعواته وتمكن من الخروج ونجا من هذه الكارثة، ولكن للأسف أخوه ساري الذي كان في الفيديو السابق يتحدث عنه للأسف أخرجوه جثة هامدة. لم يستطع المقاومة كما فعل محمد الصواف. إذن محمد الصواف تم إنقاذه، ولكن للأسف ساري لم ينجو.